السلام عليكم. قيل عنها مفتاح النصر وقلب المعركة، تعز ومنذ إصدار بيان معركة التحرير وحتى خفوت صوت السلاح ليرتفع صوت أنين الجرحى والثكالى. 80 شهيداً ومئات الجرحى قبل أن تتلاشى أحاديث التحرير وتعود تعز إلى مربع الإهمال، فهي تحضر في كشف الخسارات وتغيب في كشف المكاسب. يتساءل اليمنيون، من لديه ملف تعز؟ من المسيطر على القرار فيها؟ أم أنها فعلاً قطاع منفصل خارج سياق المعركة؟ تعز معركة التحرير المعلن عنها والكلفة البشرية التي دفع أبناؤها دون دعم حقيقي من عتاد وخطة عسكرية، فلماذا لا تتحلى النخب بنوع من المسؤولية تجاه مدينتهم؟ المحافظ، ما الذي قدمه منذ توليه السلطة؟ مشاهدينا الكرام، عن تعز الواقعة بين جنوب الوطن المرتهن بيد أبو ظبي وبين شماله الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، تعز التي كما يبدو أنها وحدها من يدفع ثمن الانتماء الوطني، تتكرر محاولات خنقها سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو أطراف في التحالف، كما تتكرر وعود التحرير. ستكون هي موضوع حلقتنا لهذا المساء، نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء وشكرا. أهلا بك معنا في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن الكلفة البشرية لمعركة لم تنتهي وهي معركة مفتوحة في تعز، ولكن اسمح لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ما يزال لغز التحرير من أول طلقة إلى آخر طلعة جوية، وملف تعز من بين كل الملفات العسكرية ظل ملفا شائكا ملفوفا بالغموض لأسباب كثيرة، بعضها ذات طابع سياسي إذا ما تعلق الأمر بيد الثورات المضادة والداعمين الإقليميين لها. بين كلفة الحرية وكلفة التحرير تعيش تعز منذ ليلة 11 من فبراير إلى ليالي عاصفة الحزم في سلسلة مكابدات يرجح متابعون أنها ثمن الانتماء لليمن الجامع بعيدا عن نفوذ الشمال وجهوية الجنوب. اليمن تهمنا. يمضي الجنوب رويدا رويدا ليصبح مستوطنة تابعة لأبو ظبي النافذ الإقليمي الناشئ في المنطقة، بينما ترزح مساحة واسعة في الشمال بيد جماعة الحوثي، وهي الأخرى مجرد جماعة محلية وظيفية بيد إيران كلاعب إقليمي تسعى لوضع مخالب خشنة لها في خسارة خليج النفط. الشرعية هي الأخرى لا تبدي مسؤولية واقعية نحو تعز بما يناسب ما تعيشه المدينة من معاناة مركبة ومعارك طاحنة أكلت الأخضر واليابس. من اللحظة التي قررت فيها تعز أن لا تكون لقمة سائغة في فم عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وأمراء الحرب السلالية على الأغلبية الشعبية. في أروقة السلطة الشرعية تحضر تعز في كشوف التضحية وتغيب في كشوف المكاسب، بينما لا تبدي نخب تعز أي مسؤولية تجاه معاناة المحافظة التي قالت لا للميليشيا ونعم للدولة، وتصدت بظهر مكشوف من جهة الجنوب وصدر مفتوح لقذائف الميليشيا من مدافعها الرابضة في الحوبان إلى قذائف دبابة السفتيل. 3 سنوات مضت وجرت في نهر التحرير مياه كثيرة، وتم إطلاق العديد من أسماء المعارك لتحرير تعز، من السهم الذهبي إلى ما عرف بعملية التحرير الواسعة التي دشنها المحافظ الجديد، إلا أن الحال في تعز لا يسر، وكان بالإمكان أن يكون في تعز أفضل مما كان. إذا أستاذ ياسين، كان هناك إعلام من قبل المحافظ عن انطلاق معركة تحرير تعز، ما الذي أثمره هذا الإعلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس. المحافظ يبدو أنه يعني اضطر لكي يلعب دور الكومبارس من أول مهمة له كمحافظ لمحافظة تعز. ونحن عندما نقول هذا الكلام لا نقصد الإساءة إلى موقع المحافظ أو التشكيك في دوره ونواياه تجاه محافظة تعز، وإنما للأسف الشديد اليوم المحافظ وضع في موقف صعب للغاية. قدم على أنه قائد معركة ورجل حرب، وتم استدعائه إلى خطاب، هذا الخطاب تم بثه عبر وسائل إعلام إماراتية في دلالة على أن التحرك العسكري أشرفت عليه الإمارات في الفترة الأخيرة، وهذا الإشراف هو الذي يقف خلف النهايات التعيسة لمعركة تعز. في اعتقادي أن تعز برمتها وقعت ضحية ترتيبات أقدمت عليها أبو ظبي، وتزامنت بشكل يعني كامل مع مهمتها في عدن، المهمة التي أرادت من خلالها الانقلاب على الحكومة الشرعية وتمكين جماعاتها والجماعات الموالية لها.
ما الذي أريد ستستفيده يعني أن تعلن عبر المحافظ أنها ستحرر تعز وهي يعني معركة خاسرة كما هو واضح، يعني لم يحدث جديد فيها، يعني هل كان فقط لتغطية ما سيحدث في عدن؟ هي لا تكترث بطبيعة الحال. نعتقد أن هناك صراع أجندات في المعركة الأخيرة في تعز، ربما تكون المملكة العربية السعودية أكثر حاجة إلى الحسم العسكري في هذه المحافظة، ويقابلها لعب خبيث بهذه الورقة من جانب أبو ظبي، وواضح من مواقف القيادة الميدانية أن يعني على المستوى الميداني يظهر هذا النوع من الاختلاف في الأجندات. أبو ظبي لا تريد التحرير في تعز، هي تريد استنزاف القوى المقاتلة في تعز. أنا أحترم ما ورد في التقرير، ولكن أريد أن أصوب عندما يراد أن تحال مسؤولية ما آل إليه الحال في تعز إلى نخبة تعز، يعني علينا أن نكون دقيقين في هذه التسمية. أولا، ما هي نخبة تعز؟ يعني ما هي نخبة تعز؟ نخبة تعز مثلها مثل أي نخبة يمنية، تتوزع على العديد من الولاءات السياسية. لكن من هو المؤثر في تعز؟ المؤثر في تعز هم القوى التي تقاتل في الميدان، القوى التي أظهرت قدرة على التضحية، القوى التي تقرر مصير المحافظة بالبندقية. هذه القوى اليوم هي التي تعرض للمؤامرة من جانب التحالف. إذا كان يقصد بالنخبة هي القيادة التي تفرقت في العواصم واصطفت إما ولاءً لأبو ظبي أو ولاءً للمؤتمر، نعم، أو ولاءً للحوثي، أنا لا أعول عليه. يعني حتى في الداخل من تبقوا في الداخل يعني لم يشكلوا رقما حقيقيا، يعني على العكس كانوا ربما مصدر ضرر للمحافظة. هم الذين بقوا في تعز، الذين بقوا في تعز الميدان. أيضا هناك من يعني أخذتهم التجاذبات، هناك من يتبع الإمارات، ولكن أنا في تقديري والذي يجب أن يعرفه الجميع أن الكلمة العليا في محافظة تعز هي للناس الوطنيين المخلصين المؤمنين بمشروع الدولة، وهؤلاء الناس يعني يتعرضون لمؤامرة كبرى على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي. يراد تفتيت هذه الكتلة الصلبة التي تشكلت في تعز وارتبطت بالمشروع الوطني. هذه الكتلة التي يجب أن نراهن عليها. اليوم التحالف في جزء من معاركه في تعز يقصد منها في جزء من هذه المعارك هو تفتيت هذه الكتلة، ضرب أكبر قدر من العناصر. هذا الذي يفسر لماذا المعارك الأخيرة يعني استنزفت كل هذه الدماء. استنزفت كل هذه الدماء لأنه كان يقصد استنزاف هذه الدماء، لأنه عندما أنت محدودية الموارد العسكرية لدى هذه القوات، عندما يتوفر خط ناري ثم يدفع لهذه القوات تتقدم باتجاه العدو فتلقي بكل ما لديها من نيران، تريد أن تتقدم فيأتي طيران الإمارات يضرب ويعطل التقدم هذا تماما، تفقد السلاح، تفقد الخط الناري، تفقد القدرة على المبادرة، بالإضافة إلى أن الضربات نفسها خسائر في الأرواح. خسائر في الأرواح. يعني تفضل. يعني تتعدد عدة التحرير، يعني ربما ونحن نتحدث في إحدى الحلقات عن هذا الإعلان الذي أقدم عليه محافظ تعز، يعني ليس الأول، كان كثير من الإعلانات سبقت بأنه سيتم تحرير المدينة ومعركة الرمح الذهبي والسهم الذهبي وما إلى ذلك، ولكن كلها تبوء بالفشل. برأيك أين الخلل بالضبط؟ الخلل هو في الأجندة السيئة للتحالف. لا نريد أن نتشعب في تفكيرنا وفي تقديرنا للأمور فيما يتعلق بالوضع في تعز. ليس هناك نوايا للتحالف في تحرير هذه المدينة، هناك قرار بإبقائها مساحة استنزاف، لكن ليس للحوثيين وإنما للقوى التي تقاتل لصالح المشروع الوطني. هذا هو الهدف المعلن. لكن أيضا دعونا نتحدث عن أن يعني أجندة السعودية في تعز غير أجندة الإمارات في تعز. الإمارات لا تريد تعز بهذه الكتلة الوطنية الصلبة، تريد أن تفتتها. مثلا هي أعطت وعود ربما التحالف ربما عبر اللجنة الثلاثية ربما بأن معركة تعز القادمة معركة حقيقية، وهذه مطالبنا. ما هي مطالبنا؟ تغيير المحافظ، إغلاق مكتب قناة الجزيرة، تدجين اللجنة الأمنية، كل هذه المطالب تحققت تقريبا، لكن ما الذي جرى؟ نعم، إذا دعنا نتساءل هذه الأسئلة مع ضيفنا الذي سينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز. من هناك مساء الخير أستاذ رشاد. أهلا بك معنا، ويعني بداية نتساءل نحن أستاذ المشاهدين لما توقفت معركة تعز؟
والله هذه سنة كريمة مرتبطة بالجانب العسكري. أنا عندما دعيت إلى قناة بلقيس على أساس التحدث عن أوضاع المدينة السلمية والإجرائية وما يعمل الأخ المخاطرين. إذن إذا حدثنا عن هذا الأمر. بواصل يا أستاذ بواصل. تفضل. هذا لأنه السؤال هو مختص بالجانب العسكري ونحن مرتبطين بالجانب المدني. نعم. ألستم سلطة محلية وهذا جزء مما تشهده تعز؟ يعني أيعقل ألا يكون لكم أي علم بما يحدث؟ سيادتي الكريمة، ما حصل بالمعارف الأخيرة اليوم، الأخ المحافظ الجديد يقوم بدور ممتاز فيما يتصل باللقاءات مع اللجنة الأمنية ومختلف قادة الأمنية والمحور لتقليل الوضع العسكري التي يفترض أن تكون عليه المحافظة. وأنا أعتقد إجراءات هذا ليستفيد الأخ المحافظ بتوصيف الوضع القائم العسكري كبداية له في محافظة عين باستخلاص النتائج التي يفترض أن تسير عليه الجيش الوطني في المرحلة القادمة. نعم. إذن يعني لو حدثتنا أستاذ رشاد، يعني نعلم أن المحافظ السابق علي المعمري تحدث عن أطراف بعينها تحول دون تحرير تعز، يعني ما الذي جد بوجود المحافظ الجديد حتى أعلن معركة التحرير الجديدة؟ المعطيات الموجودة بالمحافظة إنه ليس التقسيم بالنسبة للجوانب العسكرية مرتبطة بالجوانب الأمنية ومرتبطة بالجوانب العسكرية في تقييم عسكري بما حصل في المعركة. وأنا أعتقد أن التقرير أمام الأخ المحافظ في مسألة التقييم بما جرى في المعارك الأخيرة وما هي الخطوات التالية التي يمكن أن يمشي عليها الأخ المحافظ الدكتور أمين أحمد محمود. نعم. إذن لو حدثتنا عن يعني الذي قدمه المحافظ والسلطة المحلية أيضا في سبيل استتباب الأمن وأيضا تقديم الخدمات في المحافظة. هناك أولويات سيدتي فيما يتصل بأعمال المحافظة، هناك أجندة تزاحمت أولويات العمل لأن المحافظة اليوم في الوضع الصعب وما جعل أولويات العمل تتواصل وتتداخل. اليوم الأخ المحافظ هنا تجريدة في مسألة تنفيذ الأولويات، وأنا أعتقد أن الجانب بعد أن تحددت الأولويات فيما يتصل بالجانب الأمني والخدمي وبما يتصل حتى بتطبيع الحياة بعض القطاعات الخدمية، هناك إعادة ترميم وإصلاح لقطاعات خدمية مهمة يجب الآن التحضير لمسألة إعادة ترميمها وإصلاحها، إضافة إلى العمل الإغاثي برؤية جديدة فيما يتصل بالعلاقة مع المنظمات وكيفية النظر إلى تعز بأسلوب آخر فيما يتصل بما يحققه رفع المعاناة عن المواطنين، إضافة إلى محاولة الأسن. كيف تم رفع المعاناة عن المواطنين؟ يعني أستاذ رشاد أنا أود أن تحدثني ليس بجمل توصيفية، أود أن تحدثني حدث كذا وكذا، أما رفع المعاناة عن المواطنين تقديم الخدمات هذا أمر يعني يمكن أن يقال في أي مكان. فيما يتصل برفع المعاناة عن المواطنين، أنا أعتقد أن المسائل الخدمية اللي بتصير عليها اليوم بإعادة توزيع المهام للوكلاء حتى يتحدد العمل برفع السياسات الحقيقية بالنزول الى الجانب التنفيذي بما يتصل بالمهام الخدميه بكل وسيله ممثل. هذه الخطوه التي تتكلم عليها الاخ المحافظ هي خطوه عمليه بما يتصل بضروره عمل الوكلاء بشكل ميداني وعملي في تقديم الخدمات لنا. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. إذن أستاذ ياسين، يعني حسب حديث وكيل محافظة تعز أنه يعني هناك تطور في الخدمات واستتباب الأمن ورفع يعني مشاكل المواطنين وأيضا يعني تحسين أوضاعهم الخدمية، ما رأيك؟ هذا يسمونه الكلام المرسل، لكن أيضا نحن نتمنى أن تمضي الأمور في هذا الاتجاه وأن تتسارع الخطوات باتجاه إعادة تأهيل المستشفيات وتأهيل الخدمات وتطبيع الأوضاع في المدينة، لكن نحن أمام حقيقة لا يمكن تجاوزها. تعز عرضة للقصف اليومي، تعز عرضة للحصار، الأولوية عسكرية. والأخ الوكيل يتحدث عن ضرورة إعادة توصيف مهام الوكلاء، والأمر هنا إعادة توصيف الوكلاء قد يساعد في العمل صحيح، لكن مطلوب من القيادة المحلية في تعز أن تعمل وتتصرف كفريق عمل واحد كغرفة
كخلية أزمة في مواجهة هذه التطورات. الأولوية الآن يجب أن تنصرف إلى الجانب العسكري، لا يمكن أن تتطور تعز أو تهدأ أو تهنأ أو يعاد إليها عافيتها وهي رهن الحصار والقصف العشوائي. المسألة هنا لا تتعلق بالسلطة المحلية فقط، وإنما هناك جهود ثلاثية يجب أن تتوفر بالكامل، سلطة محلية، سلطة شرعية، وتحالف. وأنا أعتقد أنه هذه الجهود اليوم هي التي تشهد يعني تعثر بسبب النوايا السيئة للتحالف، ليس لديه نية لإكمال مهمته العسكرية في تعز. الأسباب أيديولوجية واضحة، هناك حقد ليس له مبرر. يعني التحالف يفترض أن القوة المسيطرة في تعز هم الأخوان المسلمين أو الإصلاح، وبالتالي هم يريدوا هزيمة الإصلاح وضرب وقتل الأخوان المسلمين قبل قتل وضرب والحوثيين وتحرير محافظة تعز. يعني هذه معادلة في غاية الصعوبة. نعم، وهذه المعادلة لم يستطع حلها حزب الإصلاح الموجود أصلا يعني بقياداته في السعودية. أنا في تقديري ليس حتى بيد الإصلاح حل مثل هذه المشكلة، لأن الإصلاح في حقيقة الأمر لا يفرض هيمنة سياسية ولا عسكرية في تعز. الناس في تعز يتسابقون على التضحية، والمكاسب في تعز غير موجودة. يعني عندما يكون هناك معركة وأرواح، لو عمل الآن إحصائية من هم الذين يقتلون في تعز، سنجد أن الذين يقتلون هم الناس المرتبطين بالمشروع الوطني، وربما معظمهم من الإصلاح. فلا يجب مكافأة هؤلاء الناس بقتلهم وشيطنتهم وتدمير المدينة بسببهم. يعني الحل الآن أن هؤلاء ينسحبوا ويشردوا ويقتلوا حتى ترضى الإمارات وترضى السعودية ثم تحرر المدينة. طيب، يعني جرى حديث عن دعم بمبلغ 3 مليار ريال لتحرير المدينة، يعني في إطار إعلان المحافظ الأخير لهذا التحرير. يعني هناك من يتساءل يعني ما مدى صحة مثل هذا الكلام، خاصة ويعني بعض المتابعين يشيرون بأنه مثلا في تحرير مدينة الصلب كان هناك فقط 100 الآلاف وأربعة إلى 5 جرحى وربما 5 شهداء، هذه المعركة رصيد لها 3 مليار يعني آلاف الجرحى، ويعني وصلوا إلى قرابة 100 شهيد ولم تحرر إلا مناطق بسيطة. هل لديك أي معلومات بهذا؟ طبعاً المعلومات التي لدي هو أن هناك 3 ملايين ريال سعودي قدمت لدعم هذه المعركة، وهو مبلغ تافه قياساً بالمبالغ التي تقدم في بقية الجبهات. هناك رغبة في استنزاف. لما تقدم يعني مسألة مادية فقط دون يعني الاعتبار للتسليح وهو الأهم يعني في المعركة؟ يعني لا توجد أسلحة ثقيلة، لا كاسحة ألغام، لا. لا، المسألة هنا لا يجب أن ينظر لهذه الأموال وهي شحيحة وقليلة بطبيعة الحال، هي لا تذهب إلى الجيوب. هذا المبلغ البسيط تم من خلاله إنجاز كثير من الأمور. هناك تقدم، تم استعادة السيطرة الكاملة على مديرية الصلب، تم التقدم باتجاه شرق تعز، ولكن كانت الكلفة هائلة بشرية من الجرحى والقتلى. يعني هذا المبلغ استطاع أن يوفر بعض الذخائر وبعض القذائف المضادة للدروع وعملت فارق. هو لا يجب أن ينظر إلى المبلغ التافه على أنه ذهب إلى الجيوب، لا. يعني ماذا لو قرر التحالف تقديم ما هو أكبر من هذا؟ ماذا لو قرر التحالف تقديم سلاح بشكل مباشر لهؤلاء الناس؟ سلاح نوعي قادر على إحداث الفارق الميداني. الناس لا ينتظرون أموالا، الناس ينتظرون دعما حقيقيا، دعما أخويا حقيقيا. يعني ونحن نتابع سير المعركة، لكن هذا لا يحدث. حتى كان الكثير من المعسكرات تشكو من قلة الدعم يعني في التسليح، ولا يوجد لديهم كاسحة ألغام، والحوثيين كلما انسحبوا يعني زرعوا المدينة ب يعني العديد من الألغام. كل هذه كانت تشكل عوائق واضحة لعدم سير المعركة بنجاح. يعني ألا يعقل ألا يلتفت لمثل هذا الأمر وهو بغاية الأهمية؟ يعني أولا نريد أن نوضح نقطة واحدة، يجب أن نصفق للناس هؤلاء الذين قدموا كل هذه التضحيات بهذا المبلغ التافه، وهذا المبلغ التافه ذهب للحصول على ذخائر. طيب، هذا المبلغ جاء من التحالف أصلا، لكن لماذا التحالف يقدم الأموال؟ التحالف يقدم الأموال لأنه يفرض سيطرة بحرية وجوية
برية على اليمن، وهو الذي يوقف حتى هذه اللحظة تصدير الموارد السيادية مثل النفط والغاز. التحالف لا يريد للحكومة الشرعية أن تستعيد عافيتها، لا يريد الحكومة أن تمارس صلاحياتها الاقتصادية، لا يريد من هذه الحكومة أن تفرض هيمنتها ونفوذها بحيث تستطيع أن تضمن موارد مستدامة من خلالها تستطيع أن تدير المعركة والتحرير بكفاءة عالية. يحتكر كل هذا ثم يتحدث عن دعم تافه كهذا ليظهر اليمنيين كما لو كانوا. ومع ذلك حين تم شراء يعني شاحنة أسلحة تم إيقافها في شبوة التي تشرف عليها نعم الإمارات، يعني نعم حتى في هذه النقطة لم يتم في تقديم المساعدة في مؤامرة واضحة على تعز ولا حول ولا قوة. نعم، إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف السيد أمين المشولي الرئيس الدوري للتحالف السياسي المساند للشرعية بتعز. مساء الخير أستاذ أمين. أهلا وسهلا أستاذة. أهلا بك أستاذ أمين. كان لمحافظ تعز اجتماع أو لقاء مع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية، ما أبرز ما خرج به الاجتماع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك أختي العزيزة ولضيفك الكريم الأخ ياسين التنيمي. بالنسبة لك على الأخ المحافظ، تم لقاء بالأخ المحافظ اليومين الماضيين، وذلك من أجل تسليم برنامج السياسي البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية المساندة للشرعية. كان اللقاء عبارة عن لقاء تعرف مع الأخ المحافظ، سلمنا له هذه المسودة التي توافقت على الأحزاب السياسية في تعز، وذلك من أجل إبداء وجهة النظر الأحزاب بأننا جميعا سنصف حول الأخ المحافظ وسنكون سندا له. الرؤية السياسية التي تم تسليمها ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول محور التحرير، والكل متفق ومجمع على هذه النقطة، ثم بعد ذلك تصعيد المؤسسات، ثم يأتي بعد ذلك استتباب الأمن. نعم، يعني في هذه النقاط التي تم ذكرها وكان الملف الأبرز هو ملف التحرير، هل تم النقاش لما تم إيقاف المعركة؟ بالطبع عملية نعم أستاذ أمين، طبعا تم الحديث حول هذه النقطة. أستاذ أمين هل تسمعني؟ نعم 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 تفضل. يعني هناك مشكلة في الصوت ربما، ما الذي خرجتم به في نقطة معركة أو إيقاف معركة التحرير؟ في قضية إيقاف معركة التحرير، أن الأمر كما يعرفه الجميع أن هذه القضية قضية تعز، قضية محورية تختلف عن كل الجبهات الموجودة في خارطة الجمهورية اليمنية. هذه الجبهة التي يعني يراد لها أن تكون شيئا آخر، يراد لها أن تنتصر من غير أن يؤتى لها بالمال أو بالسلاح أو بالآليات العسكرية التي تتيحها دول التحالف في جبهات أخرى. هذه المدينة التي يراد لها اليوم أن تنتصر، ولكن كما لاحظنا أنه تم فجأة بعد خطاب الأخ المحافظ الذي استبشر به الناس جميعا حينما تحدث أن بدأت مرحلة التحرير، لكن كما تحدث أن هذا لك أنا معه أنه تم اتخاذ هذا القرار من يده. هل يعني أنه تم خذلان حتى المحافظ في هذه النقطة أستاذ أمين؟ أظن أن هذا لا يحتاج إلى تصريح، لكن جو الحال أبلغ من المقال. يعني نعم، ما نراه ونلمسه جميعا هنا في تعز، لأن نحن لا تنقصنا تصريحات كما تعودنا مع الأخ المحافظ السابق الأخ الأستاذ علي المعمري، وكثر الحديث حول التحرير ومراحله وأسماء كثيرة، يعني أكثر من اسم لتحرير هذه المدينة، إلا أننا في الأخير لا نرى شيئا الا في الاعلام في القنوات الفضائيه وموقع التواصل الاجتماعي، لكن على الميدان لا نرى الا جثث الشهداء والناس الجرحى الذين يزدادون يوم بعد يوم، وهذا بسبب الخذلان التي تعاني منه تعز. نعم، اذا وصلت الفكره استاذ امين، شكرا جزيلا لك. امين المشولي الرئيس الدوري للتحالف السياسي المساند للشرعيه بتعز، كنت معنا من هناك عبر الهاتف. عوده اليك استاذ ياسين، يعني يبدو فعلا انه تم الزج بالمحافظ لاعلان شيء، وتم خذلانه كما يعني فهمنا من الاخ امين في انجاز هذه المهمه. لما يراد احراق كرت الرجل الذي يعني ربما كانت هذه أولى خطواته التي يظهر بها على الناس؟ طبعا من السابق لأوانه الحديث عن أن كرته قد حرق. أنا أعتقد أنه أصلا مجيء هذا المحافظ وتوليه هذا المنصب تم بموجب توافق، وربما وجوده على رأس المحافظة هذا ما كانت تريده أبو ظبي على وجه التحديد، وهناك تنسيق ميداني متعدد المستويات، وربما أصبح هناك ثقة متبادلة الآن،
والتوتر الذي كان قائما بين أبو ظبي وقيادة محافظة تعز انتهى تقريبا. أبو ظبي لا يعنيها إذا كانت خذلت هذا المحافظ أو إذا كان وفى بوعده للناس أو لم يفي بوعده، هي لا تكترث لهذا أبدا ولا تعول حتى لا على المحافظ ولا على قيادة تعز ولا على مقاتلي تعز ولا على النات الجرحى ولا الشهداء الذين سقطوا، هي لا تهتم. أبو ظبي تتصرف طبعا بعنقهية وغرور زايد عن الحد تجاه اليمن، وهي ماضية في مشروع بات واضحا الآن أنه يتصادم بشكل كامل مع الإرادة الوطنية اليمنية ومع الأولويات الوطنية، ويتنافى تماما مع الأهداف المعلنة للتحالف العربي. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه مسألة تفصيلية. نعم، وربما هذا يضعنا أمام تساؤل، يعني مثل ما تفضلت الرجل جاء عبر توافق، الإمارات أردت أن يكون هو على رأس المحافظة، ولكنه للأسف لا يتلقى الدعم الكافي سواء للسلطة المحلية أو لدعم التحرير. دعني استمع لتعليقك بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لكم. أقول لك حرمنا من تعز القرية حرب، أنا كنت بل بدحي هربت لبرباشا حرب عشان بالحصاب قام دقدق بيت الحصاب، رجعنا للبيت حقنا الحصاب قام دقدق وهربنا لبرباشا نرجع للحصاب، هربنا لبرباشا نرجع للحصاب في حرب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا أستاذ ياسين، يعني طالما والإمارات متوافقة على وجود محافظ المحافظة وتريد على رأسها، لما لا تقدم له الدعم الكافي لإثبات وجوده على الأقل؟ هي لأنها لم تغير قناعتها بالنسبة لتعز، هي لا زالت هناك إشكالية قائمة بالنسبة إذا ما أخذ الأمر من منطلقات الإمارات نفسها، وهي منطلقات أيديولوجية في الأساس. هي لا زالت تعتقد أن المحافظ يتعين عليه أولا تهيئة الأرضية السياسية، وهذا يعني أنه لابد من والجهود اللي تبذل اليوم تحت رعاية المحافظ تمضي في هذا الاتجاه. يعني تخيلي أثناء المعركة كانت الوحدات القتالية تتقدم وتتكبد العشرات من الضحايا من الجرحى ومن الشهداء، وبعد أن تحسم المعركة في هذه الجبهة يأتي جماعة أبو العباس للسيطرة على هذه الجبهة. الإمارات لا تريد أن تحرر هذه المحافظة وفق منظور وطني، فهي تريد أن تفرض وتضع يدها على هذه المحافظة وتتجنها كما فعلت في المحافظات الجنوبية، تريد أن تفرض حزمها الأمني الخاص، تريد أن تفرض سيطرتها الأمنية الكاملة. ولو اقتضى ذلك، يعني خلال الفترة الماضية رأينا كيف تعز التي عمرها ما كانت مساحة انتشار للتنظيمات الإرهابية، جرى قلب هذه التنظيمات الإرهابية من المحافظة الجنوبية وزرعها في المحافظة تعز، وتم تحت مظلة كتائب أبو العباس، ثم يأتي قرار أمريكي سعودي خليجي بإعلان أبو العباس في قائمة الإرهاب لأسباب موضوعية أيضا، لأنه كان يشرف على هذه الجماعات التنظيمية، ثم بعد أن يتم تصنيفه إرهابيا تستمر الإمارات في التعامل معها. بمعنى يعني حتى هذه المسألة يراد لنا أن نصدقها هكذا بكل بساطة، هؤلاء يريدون الشيطنة هذه المدينة المسالمة، هذه المدينة المدنية، يريدون الإساءة إلى الأجندة الوطنية، ولهذا يجري تمكين هذه العناصر المتطرفة السلفية المدخلية حتى لو كان هذا على حساب الخيارات الديمقراطية والسياسية والوطنية لأبناء محافظة تعز. ما تريده الإمارات هو هذا النوع من الإحلال السيء للخيارات السياسية. إذن يعني لو فهمنا أن ما يريده أبناء تعز هو التحرير، ما يريده التحالف هو تهميش المدينة وأيضا يعني محاربة من يقاتلون. إذن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز المجيدي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. نعم أستاذ عبد العزيز، هل تسمعني؟
نعم وسام محمد الصحفي. وسام محمد نعم مساء الخير استاذ وسام. مساء الخير استاذ وسام، هل تسمعني؟ ايوه نعم معي. اهلا بك استاذ وسام. اذا يعني وانت يعني كونك قريب من الاحداث ومراقب لها في تعز، برايك اين مكمن الخلل في هذه المحافظة سواء في الجانب العسكري أم في السلطة المحلية أم في تضارب الأجندات كما يتفضل الأستاذ ياسين؟ بالنسبة لمربي تعز أعتقد أصبح يقدم ملخص للصور التي أصبحت عليها البلد بشكل عام طريقة إدارة الشرعية للملف اليمني بذمته، بمعنى أن اليوم لم يعد للسلطة الشرعية من قرار فيما يحدث، وفتحت الباب على واسعا أمام الأجندة المختلفة لتعمل. اليوم في تعز ما أدري هو جريمة ممنهجة بحق محافظة مثلت انطلاقة للثورة في فبراير قبل 3 سنوات وبمثابة عقاب بئس الرجعي عن ذلك الدور الذي قامت به، ولكون تعز أيضا تمثل آخر حامل للمشروع الوطني. الجميع تقريبا أصبح متفقا على عقاب هذه المحافظة، وأصبح يساهم بطريقة أو بأخرى لفتح المجال أمام أعداء الثورة وأعداء المشروع الوطني لكي يمكن في إذكاء الصراعات وفي جعل المحافظة تذهب نحو مستنقع قد تكون كلفته بالغة. نعم، إذا أستاذ وسام يعني فيما يخص ملف تعز، برأيك هل قدم محافظ المحافظة يعني أي جديد منذ تعيينه؟ كان معنا وكيل محافظة تعز الأستاذ رشاد وقال أن هناك يعني في الجانب الخدمي والأمن هناك تطور ملحوظ، هل شاهدتم ذلك؟ عالجت بعض القضايا وبعض الملفات، لكن على ارض الواقع لم نشهد شيء. واعتقد ان المحافظ ان مشكله تعز اصبحت اكبر من المحافظ وتتجاوز حدود المحافظه، وكل ما يمكن عمله الان هو التماشي مع الاجندات المشبوهه التي بدات تعمل في تعز من وقت مبكر منذ ما بعد تحرير عدن. ولا اعتقد ان تعز بالنسبه للمشكله اليمنيه بمثابة جزء منفصل، هي في النهاية الآن تعتبر الجزء الذي لم تتمكن الجنود المشبوهة من التعامل معها، إذا ستحاول استثمار وجود محافظ جديد ربما يكون له ربما يبدي نوع من المرونة في التعاطي مع هذه الأجندة، وسيتم ما حدث في عدن سيتم تكراره في تعز. نعم يعني كيف هذه المشاكل اكبر من المحافظه؟ هل يعني افهم من كلامك ان يعني اصبحت مشكله تعز عصيه عن الحل؟ بالنسبه لمشكله تعز كانت في البدايه ممكنه الحل، لكن بعد ان تحول المقاومه الشعبيه الى جيش منظم جيش نظامي وتم تفخيخ تعز بالجماعات المسلحه المختلفه والمتمرده على الدوله، وفي الوقت الذي تم تجويل هذه المحافظة وعدم صرف رواتب موظفيها وعدم ضبط الملف الأمني وكل هذه الأشياء. نعم على شيئين، قائمين على الجهود الشعبية وهذه تم مصادرتها بفعل ممنهج، أو بحسم الشرعية لرؤية واضحة نحو تحرير المحافظة واستعادة الدولة. ونحن اليوم على مسارف تآكل شبه نهائي للشرعية التي تعاطت من البداية مع كل ما يناقضها ومع كل التقويضات التي شهدتها باسترخاء شديد. اليوم اصبحت تقريبا الشرعيه تدفع ثمن هذا الاسترخاء، ولا يمكن العوده الى الحديث عن تحرير تعز او عن حل مشاكل تعز
دون الحديث عن رؤية شاملة تعيد كل الأمور إلى نصابها، أو بالاعتماد على القوى الشعبية الذاتية، وهذا أمر صعب وطريقه طويل لكنه ليس مستحيلا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك وسام محمد الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ ياسين، يعني ربما طرح نقطة مهمة الأستاذ وسام في بداية حديثه، يعني يتحدث عن تعز فعلا كأنها أو هي آخر حامل للمشروع الوطني. السؤال الذي يطرح نفسه، يعني لما تتخلى الشرعية عن هذا الحامل الأخير لمشروعها الوطني وتظل بدور المتهرج؟ يعني أنت منذ بداية الحلقة تحدثني عن التحالف والإمارات وإرادة التحالف وإرادة الإمارات، أين الشرعية من كل هذا؟ أين الحكومة من كل ما يحدث؟ الحكومة رئيسها محتجز في الرياض، وحكومتها تعرضت للانقلاب في عدن، واستدعي رئيس الحكومة إلى الرياض. كان يفترض هذه الحكومة أن تهيئ، يعني وقد اعتمدت الميزانية العامة للدولة أن تستدعي مجلس النواب، وهذا كان ممكنا إلى عدن، ولكن الإمارات حركت أدواتها وعملت انقلاب، ويعني قضت على الوحدات العسكرية القتالية التابعة للشرعية في عدن. اليوم السيطرة العسكرية للانقلابيين المتمردين الانفصاليين الذين يرتبطون مباشرة بأبو ظبي أكثر من ارتباطهم بالسلطة الشرعية. هذه السلطة الشرعية مسلوبة الإرادة وخياراتها محدودة للتعاطي مع هذه التحديات الراهنة، لكن هذا لا يعفيها أيضا من القيام بمسؤوليتها بأي ثمن وبأي مستوى. جزء من هذه الشرعية لا تحتفظ بود تجاه تعز، وهذا الجزء متعدد المستويات، يعني هناك مسؤولين كبار وهناك مسؤولين، خصوصا مسؤولين جنوبيين للأسف الشديد، لهم ثأر مع هذه المحافظة، ثأر أهبل يعني لا أساس له، ويعني عبارة عن إرث من الشائعات طيلة الفترة ما بعد الاستقلال، مع أن طبعا تعز هذه هي كانت حاضنة للمشروع الوطني يعني بمختلف تجلياته. ضباط الأحرار عقدوا أول اجتماع في تعز، أعلن يعني الكفاح المسلح في الجنوب من تعز، كانت القاعدة الإدارية والعسكرية للجبهة القومية ثم جبهة التحرير، ثم كانت الملاذ للمناضلين الجنوبيين. لكن جرى بعد في المرحلة الاشتراكية شيطنة بسبب الدور الكبير الذي قام به مسؤولون ينحدرون من محافظة تعز. لهذا نعتقد أنه هناك أسباب يعني كان على الجميع أن يتجاوزها الآن ويفكر بمسؤولية، خصوصا أن هؤلاء المسؤولين أقسموا على الكتاب بأنهم سيعملون وفق الدستور ومن أجل خدمة الناس وإلى آخره. هذه هي الإشكالية. جزء منها أولا أن التحالف عمل على إضعاف السلطة الشرعية وعزلها عن الواقع ومنعها بالقوة القهرية عن ممارسة مهامها، وجزء آخر يرتبط بالمزاج العام للنخبة السياسية المتواجدة داخل السلطة الشرعية نفسها. لكن أنا هذه عوامل جانبية تظل في نظري. الأهم من هذا كله هو أن السلطة الشرعية فقدت القدرة على المبادرة بسبب التحالف نفسه وليس أي طرف آخر. عندما تعطل موارد الدولة وتمنع الحكومة الشرعية من استخدام هذه الموارد والاستفادة من الموارد المتاحة في إدارة الشأن والموازنة والمعركة اليومية، فأنا أعتقد أنه أنت تحكم بالإعدام على هذه السلطة الشرعية. لهذا أنا أعتقد أنه التحالف يتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن كل الذي يدور في اليمن، والخذلان الذي في تعز هو يظهر أكثر لأنه كبير. الخذلان يتجاوز حدود هذا المصطلح إلى المؤامرة. نستطيع أن نقول أن تعز تتعرض لمؤامرة وليس لخذلان. هناك خذلان يتعرض له اليمن برمته، وهناك مؤامرة في حقيقة الأمر يتعرض لها اليمن، لكن تعز هي نقطة اختبار مهمة ونقطة احتكاك مهمة. اليوم الإمارات سعت إلى فصل المنطقة الغربية المخا وأغلقتها، ميناء المخا أغلقتها، وهي منفذ مهم جدا لهذه الكتلة السكانية الكبيرة التي تضم تعز وإب، يعني عوضا عن أن يستبشروا الناس أنها تم تحريرها لتفتح أيوة 30% من سكان اليمن تقريبا هم أو 35% هم من هاتين المحافظتين. باب المندب الآن أغلق وأصبح قاعدة عسكرية إماراتية، وهناك خطط مسربة تقول أن هذه المنطقة إجمالا إما ستضم إلى إقليم عدن أو أنها ستضم لليمن الجنوبي المنفصل عن كيان الدولة اليمنية. هناك مخططات تستهدف اليمن وأمنه واستقراره ومقدراته ووحدته ووحدة ترابه الوطني. تعز تبدو عليها هذه المؤامرة قاسية
جدا، لأن الاستهداف تعز متعدد المستويات، الناس محرومون من مرتباتهم، الناس محرومون من الخدمات الصحية، الناس محرومون من الأعمال الإغاثية، هناك استهداف ينبني. نعم، يعني في ظل كل هذا أستاذ ياسين اسمح لي، يعني تحدث عن حكومة تعرضت لانقلاب وشرعية رئيسها محتجز، ولكن كل ذلك لا يمنع أو لا يعفيهم من مسؤولية حقيقية وتاريخية للظهور والحديث عما يحدث. يعني ألا يوجد يعني رجل مسؤول في هذه الحكومة يخرج للناس ويتحدث ويعني يكشف الأوراق عما يحدث لهذه البلد؟ يعني ليس من المعقول تصور أن يتحول كل من في الحكومة الشرعية إلى مجرد مطبلين للتحالف ومدافعين عنه أكثر من يعني التحالف، لا يوجد مسؤول واحد يعني يستطيع أن يتحدث بكل صراحة عما يحدث. يعني لمن ننتظر إذن في ظل كل هذه الخيوط التي يعني تشابكت مع بعضها البعض؟ البيئة التي تعمل بها السلطة الشرعية بيئة حذرة، لكن أيضا يجب أن ننوه لأن هناك مسؤولين شجعان في السلطة الشرعية، نذكر منهم على سبيل المثال وزير النقل صالح الجبواني، نذكر منهم وزير الداخلية، وهؤلاء قالوا ما كان يجب قوله. قالوا في السابق اسمح لي، يعني ولا زالوا يقولون قبل أن يعني لا لا، لكن مجرد لا لا أن يحصل على لا لا ولا زالوا يعني حتى كانه اليوم يكبل، ولا زالوا حتى اليوم وزير النقل يتحدث بكل ويواجه مشروعا انفصاليا ويتحرك بشجاعة في المحافظة الجنوبية. لكن أيضا البيئة التي يعمل بها مسؤول الشرعية بيئة حذرة جدا، يعني تصوري المسؤول يتطلب منه الانتقال من عدن إلى الرياض، إلى فيما لو تبنى موقف ربما قوي جدا سيحرم، لن تعطى له تأشيرة لدخول الرياض، لا يدخلش يعني التحالف في نهاية العالم. التحالف يعني لما نشعر أن يعني التحالف يمارس يعني نمط جديد من يعني أقصد يحيط تحالفه التاريخي في إطار القضية اليمنية هذه، وهي قضية أعتقد أنها لم تعد تعني اليمن وإنما تعني الإقليم، أمنه واستقراره وكرامته، ومع ذلك التحالف يتعامل بقدر كبير من النذالة مع اليمنيين، نذالة متعددة المستويات، نذالة مع السلطة الشرعية، نذالة مع الشعب اليمني. تخيلي يعني المغتربون اليوم يتعرضون لتضييق، أين يذهب هذا المغترب؟ أين يذهب؟ يعني بقاء المغترب في 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 مغتربه سواء في السعودية أو في الإمارات يفترض أن يحتسب جزء من الاستثمار الذي تقتضيه هذه المعركة المصيرية التاريخية، ومع ذلك هؤلاء يعني بغض النظر عن كونها تحالف أتى لنصرة الشرعية، كونها دولة جوار يعني نعم، ويعني عليها أن تتحمل ما تحمله أي دولة جوار لدولة، لكن يتخذون قرارات بدون مشاعر بدون أحاسيس، ثم يتعاملون مع هذه المنطقة التي يعني جزء أصيل من الجزيرة العربية وهي نبع يعني نبع العروبة ومهد العروبة، يتعاملون معهم. لكن أيضا تصنيف بسيط، يعني أعود لنفس النقطة أستاذ ياسين، يعني لأنهم وجدوا من لا يدافع عن هؤلاء الناس، يعني لا يوجد يعني حتى تحرك جاد لهؤلاء المغتربين أو لتحرير تعز أو لأي نحن في وضع نقطة صعب. يعني تشعرنا نحن في وضع صعب، نحن تعرضنا من 2011 لمؤامرة يعني خطيرة جدا من هذه الدول نفسها، هذه الدول تآمرت علينا، يعني استثمرت مليارات الدولارات من أجل إفساد الدولة ومن أجل تعظيم هذه الدولة ومن أجل احتواء خيارات الشعب اليمني في التغيير والحرية والدولة والاستقلال والكرامة، أنفقوا الكثير من الأموال من أجل ضرب مشروع الدولة اليمنية، مشروع الانتقال إلى الدولة الديمقراطية الاتحادية. لا يعني خياراتنا محدودة، هناك حالة تجاذبات كبيرة جدا، اليوم هناك مشاريع سياسية تتصارع وتتغذى من إيرادات إقليمية متعددة، هناك إمارات تدعم الحركة الانفصالية، هناك إيران تدعم الحركة الإنقلابية الحوثية، هناك سعودية تشتري مسؤولين وتشتري قادة وإلى آخره، نحن في مرحلة استثنائية. لكن أنا متأكد، الذي أنا متأكد منه أننا في مرحلة تمحيص، لكن في نهاية المطاف ستفضي هذه المرحلة إلى دولة يمنية قوية منسجمة متصالحة مع ذاتها ومع الآخرين وقائمة على قاعدة واسعة من الشراكة الوطنية. اليوم الجميع أفرغوا ما لديهم من قيح رديء، نتمنى ذلك يعني هذا جميع ما الأطراف، جميع الأطراف أفرغوا ما لديهم من قيح وكبرياء وغرور، وفي نهاية المطاف ليس أمامنا إلا خيار واحد، وهو أن نتوحد ونحافظ على كرامتنا وعلى أرضنا وعلى وحدتنا، ثم ننطلق ضمن مشروع الدولة الاتحادية الديمقراطية التعددية إن شاء الله تعالى بإذن تعالى. شكرا جزيلا لك ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة.
حلقة من المساء اليمني. أشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.